صباح الخير لجميع المشاهدين، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال نهار اليوم. نبدأ بالعاصمة عمان خلال فترة الإفطار، حيث تسود أجواء غالبا صافية، 23 درجة مئوية، الملموسة 21، الرطوبة مرتفعة حوالي 71%، أما الرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وبالتالي الإفطار في الخارج سيكون ممتاز. توقعات الجوية لنهار اليوم لباقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية، المفرق 30 إلى 19، إربد 28 إلى 18، نفس الأجواء تقريبا في جرش مع 29 إلى 21، وعجلون 26 إلى 19 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 31 إلى 21، العاصمة عمان تفرق لبعض الغيوم 26 إلى 18، نفس الأجواء في البلقاء، مأدبة 27 إلى 17، والبحر الميت أجواء حارة نسبية 32 إلى 23 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 28 إلى 18، الطفيلة 25 إلى 16، الشوبك 25 إلى 15، معان 29 إلى 17، والعقبة أجواء حارة نسبيا 33 إلى 21 درجة مئوية. نختم نشرتنا بالتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية، الأزرق 34 إلى 21، أرويشة 32 إلى 18، أما الصفاوي 33 إلى 18 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن. نهار سعيد نتمنى للجميع، وللقاء.